نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. فقط لوجود خطأ دون العقوبة الإدارية على جاسم مرور ضغط الجزاء، كرة خطيرة مهربة. الله 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 الله، جول، هدف مارادوني من علي جاسم نجم نادي الكهرباء ومنتخبنا الوطني للشباب. أي فاصل مهاري، مر من الأول والثاني والثالث ومن ثم ركنها في الزاوية الصعبة على الحارس حيدر محمد. نادي الكهرباء يفتتح التسجيل بعد أفضلية، بعد هجمتين خطيرتين، أولى كانت تصويبة عن طريق إيفان خالد لمست العارضة، والثانية فرانك سيدريك أهدرها. والآن علي جاسم شاهد كيف مر من الأول والثاني والثالث ومن ثم، لكن تحسب لداوودة التمريرة السريعة، وعلي جاسم استغل التمركز الدفاعي الغير جيد لنادي الصناعة ويسجل أول أهداف اللقاء لمصلحة نادي الكهرباء. علي جاسم في الدقيقة 62